اليوم موضوعي قص الكلوش والدبل كلوش، وهاي اللي امامكم تنورة كلوش عادي لان ما كفى القماش، بس 3 طبقات، طبق الشيفون والبطانة مالتها والقوميل حتى يسويها مدنفشة. واذا حبيتوا تسوون وياها شفقة هميني حلوة، واذا طلبتوا هذه الشفقة اذا حبيتوها فطلبوها حتى اسوي لكم اياها. ممكن جنطة مال ايد ايضا وياها. كل واحد بينا لازم يتعلمها، ما طول يريد يتعلم خياطة لازم يتعلمها، لان الكلوش يستعمل للبدلات، بدلات الاطفال، بدلات العرس، وايضا يستعمل للكراكش، للردان الكلوش، بعد يستعمل للكوشات، للبردات، للستائر، يعني يستعمل بكثرة. ومن القديم، القديم كانوا الكلوش مالتهم يعني يخلوا له وصلة من وصلة بيضوية من الأسفل، لأن كانت الأقمشة طبيعية، قماش طبيعي، فما كانت عريضة. بس بالوقت الحاضر الأقمشة اكتريتها صناعي ويسووها عريضة وممكن تخدم الكلوش. فالكلوش خلاصته على شكل، أما يكون على شكل دائرة خل أسويها بالورق قبل القماش، أما يكون على شكل دائرة، أو يكون على شكل نصف دائرة، أو يكون على ربعين دائرة، ربعين دائرة. فهسه نخلي نسويه على شكل دائرة. يكون القماش عريض جدا، عريض يعني مثلا 2.5 متر طول العرض مالته أو أكثر. طبعا شقد طوله عرضه لازم طوله، يعني الطول والعرض، يعني لان قطعه تصير مربع. فبهالحاله القماش كلش عريض، خلينا نقول 2.5 متر، وهذا نادر ما نشوف فيه قماش. فناخذه على شكل مربع طول بعرض، نطويه هالشكل، نرجع نطويه بهالشكل. هذا الطول، هذا العرض، وبعدين هالشكل، بعدين بهذا الشكل. عرفتوا؟ يعني مربع طول بعرض، يعني هالشكل سويته حتى اعرف ايش قد العرض لوين يوصل بالنسبة للطول لهنا. فهذا نفسه اطوي عليه، أطويه كمربع بعدين هذا الرؤوس مالت المربع أخليها مع بعض، وبعدين بشريط القياس أو بالمسطرة أقيس بحيث تكون الكميات متساوية من هذا المركز إلى الطول اللي اريده. مثلا اني اريد خلينا نشوف احنا ناخذ ايش قد ما ناخذه بالطول، بعدين ناخذه منه بالخصر، فايش قد ما ناخذه احسن حتى يكون لنا عرض. فمثلا 24، وصل 24، امشي شريط القياس 24 واحط شنو، احط اشارة 24 وأحط إشارة 24. وهكذا بعدين أقصه. طبعا هسه هذا على الورق بسيطة، بس بالقماش لا، يراد له دقة ويراد له شوية واحد يدير باله. قلنا 24، هذا 24، وهذا 24. وإلا واحد يمسك لك شريط القياس يكون أفضل. وهكذا 24، فينقص هذه ما تبين بالصورة لولا حدود هذه نوصل بيناتهن، النقاط نوصل بيناتها. هسه شو نسوي؟ نقصها.
فأشوفه طلع على شكل دائرة، أشوفه طلع على شكل دائرة. هذا هو الدبل كلوش، هذا هو الدبل كلوش. بس أنا ما أريد دائرة، أريد طبعا الخصر. أبدي أخذ منه من المركز إلى الحد اللي أريده، وهم أأشر وهم أأشر. وإذا تريدون بنفس الوقت منا هالشكل تأشرون منا، تخلون الإشارة هالشكل هيجي هنا 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 حتى تصير على الخصر الإشارة بهالشكل. هم تحددوها وهم هذا الشكل. وهذا راح أشوفه يطلع في شيء كلش عريض، يسووا له فتحة صغيرة للسحاب لو من الخلف أو الأكثر من الخلف أو من الأمام. فهذه هي الدبل كلوش، يصير مال بدلات مال فتشي يعني كبير. عادة يعني نادرا ما نلقي هيك قماش عريض، يعني العرض مالته لازم يكفي الطول مرتين وناقص هاي المسافة اللي ينقصها للخصر، الطول مرتين وناقص المسافة اللي ينقصها للخصر. فهذا قليل الدبل كلوش، قليل ممكن للأطفال ممكن يعني متوفر القماش، بس الأكبر شوية صعب. عندنا شيء لاخ أنه نجيب قماش يعني العرض مالته يعني متر وشوية، متر ونص بهالحدود. فبهذه الحالة مثلا احنا اخذنا 3 امتار 4 امتار، فبهالحالة اخذ هذا طول القماش، هذا عرضه، فاخذه هيجي مرتين على العرض، مرتين على العرض. شكد عرضه اخذ مرتين على العرض، وصار لي مربع مربعين. وبعدين هالشكل هذا اللي دائما اعتيادي، هذا اللي دائما اعتيادي. وبعدين اقيس من المركز الى اشوف ايش قد 20 او 19 حتى اسهل 19، وهكذا وهكذا الى ان اوصل بيناته. ارجع اوصل من هنا هميني اشوف ايش قد ضروري الي، مثلا 5 سنتيمترات، 5 هنا وهكذا، فيصير هذا الخصر. فمن راح أقصه هالشكل أنتوا هم قصوا على الجرايد، لأن الجرايد تعلمكم وتدرب إيديكم. فهذا هو الكلوش، يصير بفتحة من الجانبية واحدة. هذا عادة نصير من الخلف، من الخلف. فهاي يعني هالشكل، فهذا هو الكلوش اللي دائما يعني يكون مستعمل. أحيانا الطول يعني ما يكفي للعرض، يعني العرض أزيد ما يكفي مرتين أسوي مستطيل مربع، ما يكفي. فشون أسوي هذه مثلا، هذه تجين تاخذين عرض، شوف الجريدة نقصها بحيث العرض مالتها مثلا هذه العرض مالها لا أقدر أسويها، لا هي العرض يكفي حتى أسويها دبل هالشكل أشوفها قصيرة، ولا أقدر أسويها هالشكل وأسويها هيجي هم تكفيني ناقص. وأني أحاول يعني القماش كله أدخله لأن حتى يصير عريض وحلو. فش راح أسوي راح أسوي من هنا كلوش ومن هنا كلوش، يعني أرباع الدوائر، ربع دائرة منا وربع دائرة منا، يعني مو الاثنين، يعني هالشكل واحدة منا هيك شي تنقص
وتقيسوها وتقصوها. نفترض هو مو طويل، نفترض انه قصير. فاللخه مننا، الاخرى نص منا، فيصير اثنين هالشكل، فيصير اثنين انصاف دائره، واحده للامام واحده للخلف، والخياط يصير من الامام من الجانب، والخياط يصير من الجانب، يعني منا تسوين وحده ومنا تسوين وحده هيجي عكس، يعني منا هذا كلوش منا هذا كلوش. فهمتوها؟ يا رب تكونوا افتهمتوها. هذه منا انا هذا كلوش، وهذا اللاخ كلوش اللاخ. وهاي منا الخصر، يمكن ما يبين هذا القلم، هذا هالشكل، وهذا منا طبعا كله قياس مو بالايد هيجي، بس يعني بس حتى تفتهموها. فهذا واحد هذا واحد. احيانا بعض منكم ما يريدوها كلش هيجي عريضه، فتسووها منا تنأخذ هالشكل، يعني جزء من الكلوش مو كلها. هذه نفس الشيء، يعني وحده تخليها على اللخ وهالشكل، من تقصيها ما تقصيها كلها هيجي، كلها بالمسطره طبعا مو بالايد. هذه هاي اني بس حتى للعجله للسرعه. زين، فهذه يعني الصور هذه واضحه صارت لكم. هاي لما العرض يعني الطول ما يكفي والعرض يكفي، بس يعني فنسويها تحايل، فيصير هذا للأمام واحد للخلف، والفتحة تكون يعني فتحة السحاب جانبية، ما مثلهم خلفية في الحالة. فهسه هذا على الورق، وإذا وحدة بكم ما شافت يعني ترجع تسألني. هسه أنا عندي قماش، القماش مالتي ما يكفي اسوي ما يكفي لا العرض مالته اعرض من الطول، فالطول مالته مترين والعرض متر وشويه، متر وتقريبا 20 سنتيمتر. فلو جايبيه 3 امتار او مترين ونص على الاقل كان هذا كله راح، بس كان دخل وصار كلوش عريض وحلو. بس يلا هسه هذا مترين، مترين بعرض متر وشوية، متر وعشرين سنتيمتر. فهذا هالشكل، شوفوا هالبقبة من العرض، هذا لو أعلى أطول كان يوصل لهنا، كان الكلوش يطلع كلش حلو راهي. فبما أنه التنورة مالتي يعني هذا راح يصير شوية واقفة، فش راح أسوي أنا؟ أنا دا أريد التنورة تصير 70 سنتيمتر، 70 تنورة مالتي أريدها 70. فبما أنه هذا ما يكفيني، هذا القماش ما يكفيني، فش راح أسوي؟ أما أن التنورة من الأعلى أسوي لها كأنه للورك هالشكل، وبعدين أسوي الكلوش من الأسفل حتى يبين بهذا القلم. اما ان اسوي، وهاي كلش مستعملة خاصة للاسمان، هاي للاسمان كلش مستعملة هاي القطعة للورك، من الخصر للورك هذه القطعة، وبعدين تجي منا الكلوش، بعدين يجي منا الكلوش، يعني هاي ما يخلي الواحد يبين سمين هذه، فتصير طويلة لان هذا الكلوش ما يكفي، يعني ما يكفي من الخصر لحدنا. او اكو طريقه ثانيه، اذا هي لان لطفله ما يخالف، الطريقه الثانيه
هالشكل نسويها، نخلي فد كركش فد شي نطولها، هي قصيرة نطولها بالكركش. شلون؟ مثلا هذه خط الخصر مالت الكلوش، وهذه هي الكلوش، وهاي هيجي كراكش، وهذه هاي لحد هنا صارت ولكن قصيرة. احط لها شنو؟ كركش هنا، كركش هنا، اعوضها عن النقص مالتها. فاذا اما من الاعلى اطول او من الاسفل. شوفين دائما الكبار يعني العرايس البدلات دائما البلوز مالت البدله طويل حتى يخدم هاي المكان، يخلي يكفي ويصير بها خرطه الكلوشايه حتى لا يقصوها، يقصوها زين يعني. واما الاطفال فممكن يسوون لهم اياها كركشه حتى تصير حلوه مكركشه من جوا، يعني اثنيناتها ممكن. زين، فهسه هذه هاي بالطول سويتها، طويتها بالطول متر على متر مترين، وجيت طويتها على الوسط القماش، واخلي طبعا الوتش القماش الى الاسفل، وهذا الطول وهذا العرض. الكلوش هو يعني ما بي طول عرض، هي كلها راح يصير طول وعرض. اندمبسه حتى يثبت، وش قد ما يكون القماش يتحرك او ستن او شيفون ايش قد ما تحتاجين دنابيس اكثر، واكو قماشات تساعد. زين، هسه شو نسوي؟ هسه نقيسه بشريط القياس من الاعلى الى اسفل. ايش قد اشوفها؟ اشوفها 102، 102 عندي الى اخر حد. فمية واثنين امشي وخلي اشارة، 102 اخلي اشارة، كل شوية كل مسافة قليلة. ايش قد ما تسوين مسافات يعني قصيرة تخلين اشارك قد ما يعني يكون الكلوش مالتك اكثر مضبوط. 102، وكل ما تتقدمين بالقاص وتصيرين تعرفين ما تحتاجين، يمكن في يوم من ايام من النظر تقدرين. 102، 102، هسه راح اقصها. شوفوا من حركته تحرك ال بس حركته تحرك يعني صار خطأ عندي. زين، هسه اوصل بيناتهم هالشكل. وأقصها. وممكن بنفس الوقت تقيسين الخصر وتأشرين نفس الوقت، خليتي شريط القياس للأسفل نفس الوقت خليه للخصر. هسا الخصر تقدرين ايش قد تحتاجين، هذا راح يصير ربع الخصر، منا الى هنا ربع. فاجي اني اقيسه هالشكل تقريبي، يعني فتشي تقريبي لان هو مقوس هالشكل، هو مقوس. فاقول يعني اقل شيء يراد لي فت 25 تقريبا للخصر، 25 20 يعني بحدود إذا أريد بيها خرط. فأشوف لما أريد أسويها
هاي صارت 70، هاي 70 هنا، 70 إذا 70 من هنا، أي إذا 70 تصير عندي هاي 25 تقريبا. فأجي أقيسها منا إلى هنا 30، وقبل ما تقصيها أخذيها يعني بعد تأكدي، لأن بعد ما تقصين بعد ما ممكن تأكد يعني هاي صحيح أنت قاصة، صحيح أنت مخططة. يعني مثلا هذا الخصر هيجي قيسي، هيجي هيجي هيجي، هذا ربع، عرفت شلون؟ فتقيسي وبعدين توصلين بيناتها وتقصي. هسه تحددين نقطة الوسط، حددين نقطة الوسط، تشيلين الدنابيس وهذه هي التنورة قصيت فيها. زين، هذه هي التنورة قصيت فتحة مالتها من الخلف حتى تكون أطول شوية أطول، أسوي لها هذا الباقي أسوي لها.